بسم الله. واقع الأمر وأنا أرى أجيالاً مبشرة من الشباب أن حديثي اليوم عن المحاماة قد يبدو غريباً عما تعانونه فيها. المحاماة التي سوف أحدثكم عنها هي المحاماة التي كانت والتي يجب أن تكون، ومرجع هذا الحرص هو رغبتي في أن جيلنا يسلم الراية عالية خفاقة للأجيال القادمة، فلا تأخذكم الدهشة حينما أتحدث عن أشياء لم تعد موجودة الآن. ليه؟ لأن مهمتنا أن نتقدم إلى المحاماة وأن نلزم كل من نتعامل معه في هذه الرسالة. وكلمة رسالة دي ما هياش متقالة اعتباطا، لهي مهنة ولهي حرفة ولهي صنعة، هي بالفعل رسالة كرسالات الأنبياء والرسل. حينما نفهم ونعرف ما هي المحاماة وكيف يجب أن تكون كما كانت وأحببناها من أجل ذلك، هنفهم الفارق الواضح بين ما سوف أطرحه وبين المعاناة الجارية. عندي هدفين هعتبر أن أنا نجحت لو وصلت لتحقيق كل منهما. الهدف الأول أن تحبوا وتعشقوا المحاماة، فلا رجاء للمحاماة ولا رجاء للمحامي إلا إذا كانت المحاماة هي المعشوقة والمحامي هو العاشق. هذا العشق هو وحده الذي يكفل التقدم إلى المحاماة والنهوض برسالتها. أما الشق الثاني أو المطلب الثاني الذي أسعى إليه هو أن أقدم لكم من واقع خبرتي ومن واقع حوالي 60 سنة في ممارسة هذه الرسالة مفاتيح أدائها، مفاتيح المعرفة التي يجب أن تتوافر فيها، مفاتيح التعامل في محرابها، مفاتيح التعامل في ساحات المحاكم، مفاتيح التعامل في غير المحاكم، نيابات كانت أو سلطات استدلال، مفاتيح الأداء، مفاتيح المرافعة، مفاتيح الإلقاء. هذه بعض مفاتيح أداء رسالة المحاماة. من حقكم أن تتساءلوا أو أن تسألوني ما مرجع إصراري على أنها رسالة؟ إيه الفارق اللي بيننا وبين الطبيب أو المهندس أو الحرفي أو الصيدلي أو الباحث في العلوم أو الزراعي؟ والأمثلة لا حد لها. كل هؤلاء المهنيون أو الحرفيون يؤدون عملا جديرا بالاحترام، ولم يزعم أحد منهم أن قيامهم بما يقومون به يدخل في باب الرسالة. أمال أنا بقول رسالة ليه؟ لحاجة مش عاوزكم تنسوها أبدا، أن المحاماة نيابة ومحاماة أي دفاع وحماية للغير. لفظ الغير هو مفتاح الرسالة. فارق بين أي مهني وبين المحامي أن المحامي لا يعمل لحساب ذاته، وإنما يعمل على الدوام للغير ونيابة عن الغير ودفاعا عن الغير
وحماية من محاماة لحقوق الغير. من أجل هذا كانت المحاماة رسالة. هذه الرسالة لا يمكن أن يقوم بها من يرتدي أن يسير في الصف. يعني إيه يسير في الصف؟ يستطيع الموظف يلتزم يروح ديوان الوظيفة في ميعاده، يؤدي العمل الموكول إليه، ينتظر العلاوة في موعدها، ينتظر الترقية في موعدها، يسعى إلى سفرية أو يسعى إلى بدل سفر أو يسعى إلى علاوة، ولكنه في الطابور. المحامي ما ينفعش يبقى في الطابور، ما ينفعش. ليه؟ لأنه يجب أن يغرد خارج السرب. يعني ايه يغرد خارج السرب؟ محامي، عشان نفهم ما معنى التغريد خارج السرب، خارج السرب ان المحاماه تقوم بعمل مجيد جدا متميز جدا لا يستطيع الاوساط، يعني المتوسطي الكفاءه او العلم او المعرفه ان يقوموا به. ليه؟ المحامي قد يتحدث الى قضاه اسبق منه تخرجا وأكبر منه سنا وأعرض منه خبرة، ولكن المطلوب منه في مرافعته الشفوية أو المكتوبة أن يزحزح عقيدة ربما تكونت في ذهن القاضي أو القضاة. هذه الزحزحة لا يمكن أن ينجح فيها أحد إلا أن يكون من المتميزين. والتميز ما هياش مجرد شعار، ما هواش مجرد حلية، لا، التميز واقع، وهذا الواقع هو أساس مشروعية المحاماة. المحامي لو شأنه شأن اللي واقف في الطابور أو شأن الموكل الذي لجأ إليه أو شأن القاضي الذي يترافع أمامه أو شأن وكيل النيابة أو 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 إلى آخره، فقد مشروعية وجوده ووجود المحاماة. ليه؟ لأنه يحلقه فوق السحاب ليصل بقناعة المتلقين عنه إلى ما يبتغي أن يدخله في صفحة وجدانه. استحالة ينهض على ذلك ويحققه إلا إذا كان متميزا. ولا بد أن يقتنع المحامي والمحامية أنه يتعين عليه أن يكون أو أن تكون متميزا أو متميزة، لأنه في هذا التميز مشروعية الوجود، مشروعية الدور، مشروعية الأداء، مشروعية الرسالة. كيف يحدث هذا التميز؟ التميز ده حصاد أولا موهبة، والموهبة كما قد تكون مخلوقة هي أيضا نتيجة دربة ومران، نتيجة صبر ورياضة للنفس، نتيجة اطلاع وقراءة وتحرك في الحياة بما أسميه شوق بالقاف إلى المعرفة. هذا هو الفارق بين المحامي أو المحامية وبين سواه، أنه يتحرك في الحياة تملأ أشواق إلى المعرفة. هذا الشوق هو الذي يجعله لا يترك شيئا يمر أمامه دون أن يسعى لمعرفته. هذا السعي الحثيث هو الذي يكون التراكمات الثقافية التي تجعل من المحامي صورة متميزة. واحد مننا ممكن يمشي في شارع عدلي، كنا بنقول شارع عدلي، شارع عدلي، ويمكن لو 80% مننا سألوا أنفسهم مين شارع عدلي ده، شارع عدلي ده عدلي مين يعني، هتلاقوا 80% مش عارفين عدلي مين. لو عنده شوق إلى المعرفة هيسأل عدلي مين، واحد هيقول له عدلي يكن، يقول الله مين عدلي يكن، هيقول له ده معاصر لسعد زغلول. معاصر في ايه؟ قضية الاحتلال والاستقلال والقصة بقى بتاعت
الاستقلال على او الاحتلال على ايد سعد افضل من الاستقلال على ايد عدلي يكن الى اخر قصص كثيره جدا. وهو ماشي هيتكعبل في عديد من المعلومات يتثقف ويعرف بقى مين ابطال واعلام هذه المرحله. خد جانب من التاريخ ليه؟ لانه تعامل مع السؤال الواحد تعامل فيه شوق او اشتياق الى المعرفه. اللي انا عاوز اوضحه ان المعرفه المتغيره ما هياش مجرد معرفه بالقانون. اولا المعرفه بالقانون والعلم به مساله مفترضه، يعني ليس يجوز ان انا اشتغل محامي او قاضي او وكيل نيابه او محقق الا اذا كنت دارس قانون وعارف احكام القانون. انما انا اتحدث عما يجاوز علم القانون، وهو علم مفترض وواجب في كل من يعمل بالقانون. يلزم ان يعرف اللغه، لان اللغه اداته، لغه اداته. عشان كده بنقول على المحامي فارس، فارس الكلمه. ينبغي ان يعرف الدين، وعندما اتحدث عن الدين اتحدث عن الاديان، ان يعرف المبادئ العامه للاسلام بغض النظر عن كونه مسيحي او مسلم، ان يعرف المسيحيه، ان يعرف اليهوديه، ان يكون على اتصال بفهم المعنى الكلي للكون والله سبحانه وتعالى، ان يكون دارسا للفلك، ان يكون دارسا للطب. عندنا باب كبير جدا في جرائم النفس والطب الشرعي. ما يمكنش تبقى قادر على انك انت تعالج قضيه فيها اعتداء على الايه، على النفس او الجسد، من غير ما تبقى دارس طب شرعي. انت مثلا الفلك ده علم اساسي للمحامي. المنطق، الفلسفه، عدوا زي ما انتوا عاوزين، دي عامله زي الاواني المستطرقه، كلما زادت حصيله المحامي او الانسان بعامه من هذه الصنوف المختلفه كلما زادت لديه تراكمات المعرفه، نصل للغايه بقى، وزادت لديه الحجه والقدره على الاقناع. ده انت بتزحزح حد هو مش عاوز يتزحزح، هتزحزحه ازاي الا بهذا التميز؟ عشان كده بيقول المحاماه رساله لا يؤديها الاوساط، وانها فروسيه ايضا، وان المحاماه هم فرسان، او المحامين هم فرسان الكلمه. انما اي كلمه؟ هل الكلمه المنطويه على زخارف وسجع وطباق وبديع والمزينات لا، الكلمه المعنيه، الكلمه التي لها معنى، الكلمه التي تؤلف بها الكتب والتي تكتب بها المقالات والابحاث والاعمال الروائيه والادبيه، وتؤدى بها الايه؟ المحاماه. عشان كده حضراتكم هتلاقوا ان في مصاهره لم تنقطع قط بين المحاماه والمحامين وبين صناع الكلمه او العاملين بها. وعشان كده هتلاقوا انه من صناع الكلمه العاملين في ميادين مختلفه هم من خريجي كليات الحقوق، احمد لطفي السيد استاذ الجيل حقوقي، الاستاذ الدكتور محمد حسين هيكل صاحب زينب وحياه محمد والفاروق عمر وفي منزل الوحي وجل جاك روسو الى اخر القائمه الرفيعه اللي الفها الدكتور هيكل حقوقي، ترأس مجلس الشيوخ وحمل عددا كبيرا من الايه؟ من الحقائب الوزاريه، وكان رئيس تحرير جريده السياسه. شوفوا الحقوق عملت ايه؟ عندكم مثلا توفيق الحكيم حقوقي، دكتور محمد مندور شيخ الايه؟ النقاد ومحامي ايضا حقوقي، محمد عبد الله محمد اللي انا بقول عليه ابويا الروحي محامي وعبقري واستاذ جيل، محمد التابعي ابو الصحافه الحديثه في مصر وفي الشرق حقوقي، محمد نجيب اول رئيس لجمهوريه مصر حقوقي، فكري اباظه او فكري اباظه باشا احد مؤسسي دار الهلال حقوقي، احمد بهاء الدين العبقري حقوقي، احسان عبد القدوس الكاتب السياسي والروائي حقوقي، موسى صبري حقوقي. عدوا زي ما انتوا عاوزين.
هتلاقوا في قزم مشترك كده، انه ايه، فيه مصاهرة بين المحاماة وبين كل هذه المدارس، قوامها الكلمة وفروسية الكلمة. هرجع اقول برضو الكلمة مش مجرد جعجعة، الكلمة خدمة لمبدأ. ناخد مثل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما راحوا القرشيين الى ابي طالب يطلبون منه ان يكف محمدا عنهم، فدخل عليه الان متغير، قال له يعني خير يا عماه، قال له يعني اهلك او ناسك او قبيلتك لجأوا الي وطالبين كيت وكيت وكيت، فقال له ايه، والله يا عم لو وضعوا الشمس في يمين والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر او اهلك دونه ما تركته. قضية مبدأ، هو اللي وقف لربنا سبحانه وتعالى بعد العذابات التي تلقاها من اهل الطائف والاحجار التي القيت عليه حتى ادمت وجهه وقدميه، واستند الى سور جدار يبكي الى ربه ويقول دعاءه الشهير الى الله سبحانه وتعالى. اليك اشكو قلة حيلتي وضعف قوتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني، إلى بعيد يتجهمني أم قريب من الأمم بتوع مكة، ها؟ وليته أمري. شبه المحامي المكافح المناضل، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. الله الله. عشان كده كل الأديان عرفت وأقرت المحاماة، قوة الحجة عنصر من عناصر المحاماة. نجدها في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما لجأ إليه اتنين متخانقين على مواريس ودقت القضية ومستغلقة، وعز على النبي عليه الصلاة والسلام وهو نبي أنه يصل إلى النتيجة التي يرتضيها، فأراد أن يثير النصفة بين المتقاضيين، فقال لهم إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر مثلكم، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض، يعني أقدر على الإقناع بها، فأقضي له على نحو مما أسمع. شوف بقى التنبيه، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من نار. الله. شوف دعاء موسى عليه السلام، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شوف بقى اللي جاية، عاوز محامي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. وفي آية أخرى قال ربي إني أخاف أن يكذبون، يكذبوني يعني، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلي هارون أخي. وفي سورة القصص، وأخي هارون شبه هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال له رب العزة سنشد عضدك بأخيك. محامي، بعت له محامي. عشان كده كانت المحاماة معروفة في الأديان. نجد في المسيحية، في إنجيل يوحنا إصحاح 1:1، في البدء كان الكلمة، الكلمة. وفي مرقس، في إنجيل مرقس، الزارع يزرع كلمة الله، يزرع كلمة الله، وأن الذين تزرع أو توجه إليهم الكلمة في الأرض الجيدة
هم الذين يستمرون. المسيح عليه السلام هو الذي دافع عن مريم، يعني اشتغل محامي لها عن مريم المجدلية، وقال للمتجمعين لإيذائها: من كان منكم بلا خطيئة فليتقدم وليرميها بعيه بحجر. فانصرف كل إلى حال سبيله خجلا. في الإسلام في قصة معروفة في السيرة، كان في واحد أراشي من أرش ليه حق عند أبو جهل، راح يطلبه، سخروا منه في منتدى قريش، ففوجئ الأراشي بأنه أفوجئ القرشيون، لأن كان إحنا لسه في أول الدعوة المحمدية أو الدعوة الإسلامية. النبي قال له: حاجتك إيه؟ قال له: أنا ليا كذا كذا عند إيه أبو الحكم عمرو بن هشام، ده الاسم الرسمي. وصار في الإسلام أبو جهل من فرط جهالته، خده في إيده وراح خبط على باب دار أبي جهل. طلع أبو جهل قال له: اعطي هذا الرجل ما له. أبو جهل في هدوء تام دخل فأحضر فأعطى الرجل. هذا عمل من أعمال المحاماة. في الإسلام أنه فرض كفاية، يعني يقوم به كفء له. هذه الكفاية مستخلصة من قوله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة، يعني مش لازم بالضرورة كل الأمة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. تدافع الناس هو الداعي إلى هذا. في القرآن الحكيم: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إذن رسالة المحاماة ليست كما يقول المتقولون الجاهلون أنها دفاع عن الظلم، لا، المحاماة كما يجب أن تكون دفاع عن الحق وليس دفاعا عن الظلم. هذه الحقائق هي التي تجعل للمحاماة دور في رحاب القضاء. واحد يسأل نفسه: يعني طب محامي ليه يعني؟ طب ما هو القاضي واخد نفس الايه المعهد الدراسي، وقد يكون يعني اكبر عمرا، وهو بحكم عدد القضايا التي تعرض عليه اكثر خبرة، وهو منصرف الى قضيته، وهو متمتع بالحيدة. لازمته ايه المحامي؟ لازمته ايه؟ شوفوا حضراتكم، عشان كل واحد فيكم يؤمن بانه دوره اساسي جدا. القاضي محكوم بمبدأ الحيدة، مش كده؟ ولكن المحامي متخفف، مش متخفف للضلال، لا، يسعى يمين وشمال عشان يسبر الواقع ويصل إلى الحقيقة. القاضي لا يقضي بعلمه، ده مبدأ، ولو القاضي عنده علم يجب أن يتنحى أو ينحى، مش كده؟ ولكن المحامي يضيف بعلمه وبحثه وسعيه إلى القضية، معلوش الحظر ده. القاضي مقيد بحدود الخصومة، والمحامي غير مقيد، يبحث ويسعى ويحلق. القاضي سلبي يرجح بين حجج الخصوم، والمحامي كما قال أستاذنا رحمه الله عبد العزيز باشا فهمي شيخ القضاة وشيخ المحامين: المحامي مبدع. عشان كده المحاماة كانت أستاذية وكانت لازمة ولا تزال. أنا في المجموعة اللي عملتها لغاية دلوقتي صدر منها 22 مجلد من حصاد المحاماة، يعني عامل على الغلاف كده من الخارج آية قرآنية أنا برمز بها إلى مقدرة المحامي والمحاماة. يقول رب العزة سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على، يعني وهو كل على مولاه، أنما أينما يوجهه لا يأتي بخير، فيش نتيجة. هل يستوي هو ده الكل ده
ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. اهو ده المحامي بقى، ما هوش كل على غير، وانما هو ماسك المبادرة ويسعى لإحقاق الايه الحق. وفي قوله سبحانه وتعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وانتم بتروحوا دار القضاء العالي بتشوفوا القاعة الرئيسية اللي في الوجه، قاعة عبد العزيز فهمي أو عبد العزيز باشا فهمي. لازم تعرفوا مين عبد العزيز باشا فهمي ده. عبد العزيز باشا فهمي ده أحد الثلاثة اللي راحوا للمعتمد البريطاني وكانوا سبب في قيام ثورة 1919، هو وشعراوي وسعد زغلول، واعتقلوا وتصفروا ونفوا إلى آخر القصة. أول رئيس لمحكمة النقد المصرية كان اسمها محكمة النقد والإبرام 1931، وزير حقانية، زعيم، شاعر، أديب، لغوي، فصيح، عضو مجمع اللغة العربية. امشي زي ما انت عاوز هتلاقي قمة شامخة. عملوا احتفال سنة 37 للمحاكم، احتفال بإقامة المحاكم الأهلية. شوفوا بقى كانت زمان الدنيا عاملة ازاي. وقع في ايدي انا شخصيا كتاب اسمه الكتاب الذهبي من مجلدين كبار، مطبوع على ورق مصقول، حاجة فخمة جدا وحاجة تفرح، احتفالا بالايه؟ ها؟ بإنشاء المحاكم الأهلية. قبل كده كان في مختلط وإلى آخره يعني. أول ما أبص ألاقي بالاحتفال بالمحاكم نص المحتفلين محامين، ومحامين يتكلموا في طريقة وأسلوب كتابة الأحكام، وقضاة يتكلموا في أساليب المرافعات. شوفوا الدنيا كانت عاملة إزاي؟ شوفوا قد إيه كان في تعاون واحترام متبادل بين القضاء والمحاماة. هذا هو الزمن الذي يجب أن نتقدم إليه نحن والقضاء في هذا الاحتفال المهيب. كان لشيخنا وشيخ القضاة عبد العزيز باشا فهمي كلمة أحب إن أنا أقولها لكم. بيقول على الإيه؟ على المقارنة: ولئن كان على القضاة مشقة في البحث للمقارنة والمفضلة والترجيح، فإن على المحامين مشقة كبرى في البحث، بصوا بقى، للإبداع والتأسيس. وليت شعري أية المشقتين أبلغ عناء وأشد نصبا. نصبا اللي هو التعب أو الإجهاد. لا شك أن عناء المحامين في عملهم عناء بالغ جدا لا يقل البتة عن عناء القاضي أو القضاة في عملهم. شو اللي جاي بقى؟ بل اسمحوا لي أن أقول إن عناء المحامي ولا ينبئك مثل خبير، لأنه اشتغل محامي قبل ما يتولى رئاسة محكمة النقد، ولا ينبئك مثل خبير أشد في أحوال كثيرة من عناء القاضي، لأن المبدع اللي هو المحامي غير المرجح. قاضي يرجح ويوازن بين حجج ده وحجج ده، أما المحامي يحلق ويبدع. التطبيقات اللي موجودة في التاريخ من قديم، في شوية مية لا ساعة لا شكرا شكرا بالإذن يا فندم. أبو بكر معدي قدام منتدى قريش، أبو بكر الصديق، لقى الطغاة والجبابرة والطواغيت بتوع قريش والصبية والغلمان يعني مجتمعين متكأكئين على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وعمالين يدوسوا عليه، وواحد يجأه بثوبه بيخنقوه إلى آخره. فانطلق أبو بكر إلى محمد عليه الصلاة والسلام وخلصوا من أيديهم، ووقف يقول لهم: أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات؟ نفس العبارة التي قيلت قبل هذا في القرآن عن سيدنا موسى. خدوا الحتة اللي جاية دي، اللي أنقذ يوسف الصديق من كيد امرأة العزيز واحد من أهلها، خبى بدور المحاماة. هي اتهمت يوسف بأنه هو الذي أراد بها سوءا، وجريت على العزيز لما دخل عليهم توحي إليه أن يوسف أراد بها سوءا. الرجل احتار، ويوسف مصمم على أنه بريء وأنه صدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد قد من دبر من ظهره،
هو بيجري وهي بتشده، فكذبت وهو من الصادقين. هنا بقى للي بيحبوا يناقشوا حجية الدليل الفني والاستخلاص، هي صورة قد تبدو بسيطة قدامنا، إنما في ذلك الزمان من آلاف السنين هي بتوري توضح لنا كيف لما ده يشتغل يطلع. فطبعا العزيز عرف وقال لزوجته إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، من غير ما تزعلوا، اوعى البنات تزعل يعني، إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. وقال لها واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. تعالوا نتكلم على مسألة مهمة جدا لحضراتكم كلكم، مخاطر المحاماة والضمان. ساعات احنا بنستسهل وبنستخدم كلمة الحصانة، والحقيقة ضمان مش حصانة، الحصانة مختلفة. الحصانة موجودة لأعضاء البرلمان، موجودة لأعضاء الهيئة القضائية، في ضمانات مقررة للمحامي، إنما مش حصانة. لأنه حتى الحصانة في فرق بين الحصانة وبين المناعة، الحصانة البرلمانية والمناعة البرلمانية. أنا لسه شارحها فوجئت بأن أنا طلع على اليوتيوب حاجات أنا مسجلها من يجي 10 سنين شرحت فيها القصة دي. محدش عارف إنه في فرق بين المناعة البرلمانية والإيه والحصانة البرلمانية. الحصانة البرلمانية قابلة للزوال سواء بإذن من إيه؟ من المجلس أو من رئيسه في غير أدوار الانعقاد أو بعد انتهاء مدة الإيه؟ النيابة. ليه؟ عن أعمال وجرائم ارتكبها العضو خارج البرلمان. أما المناعة البرلمانية فهي تنصرف إلى الأعمال التي يقوم بها البرلماني أو عضو البرلمان داخل البرلمان طالما لم يرتكب بها جريمة، زي العيسوي اللي قتل أحمد ماهر جوه الحرم الفرعوني، لا الباهي الفرعوني، طالما أنه لا يكون جريمة جنائية فهنا في مناعة برلمانية. يعني إيه مناعة؟ يعني حتى بعد زوال العضوية لا يمكن مساءلته عما صدر منه في أدائه لعمله داخل البرلمان. هي المية بفلوس ولا حاجة؟ ما أنا باخدها عشان أحس صوتي بيتحاش. طبعا عرفنا بفلوس. يبقى عشان نفهم ليه الضمانات بقى ديت، الضمانات لأن المحامي مش معمولة حباية للمحامي ولا على راسه ريشة زي ما ناس فاهم، لا، معمولة للمحامي تقديسا لمهمته ورعاية لها، وحتى يستطيع أن يؤدي رسالته وأمانته في ثقة واطمئنان. ليه؟ المخاطر التي يتعرض لها المحامي كثيرة جدا، مخاطر الارتجال، مش كده؟ يعني الكلمة المرتجلة الإنسان عرضة فيها للإنزلاق في تعبير ما أو لفظ ما، يعني قد لا يقع فيه إذا كان ماسك القلم وبيكتب في ورقة وخالي إلى نفسه ومركز. فأول حاجة كده مخاطر الارتجال. اتنين، إن دوره في المحكمة مناوءة، إما للخصوم وإما للنيابة، وإما للنيابة الخصوم زائد قاضي قد يكون ضيق الصدر في سماعه. ظروف الجلسات طبعا أنتوا بتعانوا منها معاناة شديدة جدا، زي المعاناة اللي أنا عانيتها دلوقتي وأنا داخل، يعني كنت ها 10 مرات والله حاجة صعبة خالص. قاعات المحاكم بقت كده دلوقتي، يعني احنا زمان لما اتعلمنا كان الفصل ما بيزيدش عن 25، بسمع دلوقتي أرقام فلكية في المدارس الابتدائي الفصل فوق 100. طبعا الزحام ده موجود في كل حاجة، وبقى الزحام في المحاكم، وبقت الدنيا زيطة خالص. في وسط الظروف دي المحامي بيقوم بما أسميه دور مسرحي، دور مسرحي، يعني هو بيقدم مسرحية، لأن المرافعة الشفوية دي قصة لها مقدمة ولها سيناريو، وإيه اللي يتقال ويتقال إزاي ويعلى إمتى ويبطئ إمتى ويسكت إمتى، لأن ساعات الصمتة دي تجذب الأنظار أكتر من الكلام. يعني احنا اتعلمنا مثلا لما الاقيكوا زيطتوا مني اقوم باصص لكم وساكت نص دقيقه، تلاقي الناس سكت وانا ما بقولش حاجه، هم حسوا ان في حاجه مش مظبوطه. فوقفه المحامي امتى يوقف؟ من فنون المرافعه. امتى يقول؟ فنون المرافعه. وقفته فين؟ قريب من المنصه ولا بعيد عن المنصه بتاعت القاضي؟
إذا كان بيطرح طلب تأجيل يقرب المناص، إذا كان حيترافع يبعد عن المناص ليشعر القاضي أنه محام يترافع، مش كده ولا إيه؟ صعوبة المسرحية اللي بيقوم بها المحامي بيقدم السيناريو والمقدمات والحجج، إن نعرف في المسرح في مؤلف الإيه المسرحية أو مؤلف النص، مش كده؟ ونعرف فيه المخرج ونعرف الدور المؤدي. المحامي في المسرحية التي أتحدث عنها هو مؤلف النص وهو المخرج، يتقدم يتقهقر يوقف يعيد، هو هو المؤدي أيضا. شوفوا قد إيه الصعوبات التي يواجهها المحامي. الشجاعة، عندي أنا من ضمن الحاجات اللي رجعت لها في التاريخ المحاماة خارج مصر، كان في محامي عظيم جدا اسمه بريه، كان حضر مع الملك لويس 16 في محاكمته الثورة الفرنسية، والدنيا كلها قايمة على لويس وعلى الملكية والإقطاع والأمراء إلى آخره. قال للمحكمة: إنني أتقدم لكم بالحقيقة وبرأسي أيضا، فتصرفوا في إحداهما بعد أن تستمعوا إلى الأخرى. السلام، الكلام ده ليه مغزى، إنه فعلا المحامي شايل روحه على كف وداخل يؤدي رسالة. دي سيز في نفس المحاكمة لما لمس إنه المحاكمات جارية خارج الشرعية في الثورة الفرنسية، وقف قال: إنني أبحث عن قضاة فلا أجد إلا خصوما. المواقف دي عديدة لا تقف عند حصر، خلينا نعبرها وأقول لحضراتكم في مأساة شوية. كلنا عارفين القصة، والملازم الإنجليزي اللي جات له ضربة شمس وطلع وضرب نار على الأهالي، وضربت جات له مات من ضربة شمس، إنما طبعا الإيه الغطرسة الإنجليزية للمحتل عملوا المحاكمة في دنشواي وقضوا بالأحكام اللي انتوا كلكم عارفينها. مين اللي وقف يدافع؟ سيبنا بقى من إيه، من بطرس غالي اللي كان رئيس المحكمة، وسيبنا من أحمد فتحي زغلول أخو سعد زغلول اللي كان عضو إيه المحكمة والعضو التاني كان إنجليزي، وسيبنا من إبراهيم الهلباوي اللي سقط سقطة واحدة في حياته انه مثل الادعاء في هذه القضيه. لما تعالوا نبصوا بقى مين اللي وقف يشيل الشيله ويدافع عن هؤلاء التعساء، احمد لطفي السيد، محمد يوسف غير محمد يوسف ده، وعثمان يوسف، واسماعيل عاصم، هم دول اللي شالوا على كواهلهم هذه القضيه. المحامي مهمته ان يزيل من امام القاضي الحجب والاستار، وان يكشف معادن الاطراف والشهود. القاضي ما عندوش فرصة يعرف ده مين وده مين اللي بيشهدوا دول، طب ازاي يحقق ما امره به القرآن الحكيم لما قال لنا في الآية 2، الآية 2 من سورة الطلاق: واشهدوا ذوي عدل منكم، مش كده؟ يعني الشاهد ده يجب ان يكون شاهد عدل، هيعرف القاضي منين؟ ما معدن الشاهد ده عدل ملتوي صاحب غرض صاحب هوى؟ المحامي اللي احنا قلنا عليه متخفف يبحث في شأن الشهود ويعمل فلاش للمحكمة يوضح فيه حقيقة الشاهد ده والشاهد ده والشاهد. طبعا الشهادة دي يعني كان يقول لك في الأمثال: شاهداك قاتلان، لأن فيه قاضي ياخد بدقاله الشاهد على علته كده وخلاص، فطلعت طلع المثل شاهداك قاتلاك، بس اللي عارف يعني ايه قضاء يعني ايه عدل فيش حاجة اسمها شاهداك قاتلاك، يجب أن يبحث. في قصة شهيرة جدا دعوني أحكيها لكم. سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وهو أمير المؤمنين خاصم أعرابيا، يعني واحد من عامة الناس، في سيف طلحة الذي أخذ غلولا يوم البصرة، استلب يعني طلحة بن عبيد الله، فكان القاضي قاضي كان شريح يعني قاضي أمير المؤمنين، فمثل أمام إيه القاضي مين؟ الإمام علي أحد العشرة المبشرين بالجنة، وابن عم النبي، وزوج الزهراء، ووالد سبطي النبي الحسن والحسين. يزب القاضي يقول له: بينتك إيه البينة اللي عندك على دعواك؟ شوف الكلام، قال له: ابن الحسن ده حبيب النبي وغلامي قنبر،
وأتوا بالحسن فشهد بما يؤيد دعوى أمير المؤمنين. وإيه قنبر الغلام؟ شهد بما يؤيد دعوى أمير المؤمنين. فإذ بشريح القاضي يقضي برفض الدعوة. دعوة أمير المؤمنين حكم ضده. فسألوه إيه اللي أنت عملته ده؟ أنت رفضت كلام علي ورفضت كلام حفيد النبي ورفضت كلام قنبر ودول معشود محايدين. قال لا، هناك حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقبل شهادة ظنين. ظنين يعني اللي محل ظن في ولاء ولا قرابة، ها، أو ذي إحنا أي عداوة. وعلي ظنين لأنه هو الخصم، والحسن سبط النبي ظنين لقرابته من علي، وقنبر الغلام يعني ظنين بولائه لعلي. يعني تقبل الايه القرار، انما نشوفوا قد ايه كانت الدنيا ماشيه ازاي. كشف هؤلاء مهمه المحامي، عشان كده الكفالات والضمانات المقرره للمحاماه موجوده على طول، فيما عدا يعني الحاجه اللي ما عجبتنيش اللي وردت فيه الدستور الحالي في الماده 198 اللي خدت بالشمال اللي ادته باليمين. مادة بتقول المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلا وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ويتمتع المحامون، كلام حلو قوي، جميعا أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال. كلام جميل جدا. شوفوا اللي جاية بقى، سحب بالشمال اللي ادى باليمين، قال ايه؟ ويحذر، ما شاء الله، جملة استثنائية بقى، في غير حالات التلبس القبض على المحامي او احتجازه اثناء مباشرته حق الدفاع. طب ما كل اللي هيقع من المحامي في حالة تلبس، هو بترافع، هو في حاله التلبس، هو في اسم الشرطه في حاله التلبس، هو قدامه كده، يبقى انت سحبت الايه؟ كل الضمانات. انما هنقول يا فندم انما هنقول ضمانه متفق عليها، وفي طبعا بدائل موجوده في القانون بتتيح التعامل مع هذه المساله. الضمانات مقرره لمصلحه رساله المحاماه واداء المحامي لدوره وليس تمييزا للمحامي. خليني احكي لكم قصه ثانيه من قصص التاريخ بتاعت المحاماة وليه الضمانات بتقرر. كان إبراهيم باشا عبد الهادي اللي هو كان رئيس الهيئة السعدية بعد قتل النقراشي الذي قتل بعد قتل أحمد ماهر، هما الاثنين اتقتلوا من إخوان مسلمين، وتولى إبراهيم عبد الهادي رئاسة الهيئة السعدية. فجم في يوم بعد ثورة 52 حكموا إبراهيم عبد الهادي أمام محكمة استثنائية، محكمة الثورة، برئاسة قائد الجناح آنذلك عبد اللطيف البغدادي، وعضوية القائم مقام أو المقدم المقائم مقام أنور السادات، وقائد الجناح حسن إبراهيم. فراح يحضر مع إبراهيم عبد الهادي اتنين محامين. مين دول؟ اتنين من أقطاب المحاماة في مصر. مصطفى مرعي، يا خبر أبيض على مصطفى مرعي، قصة حدوتة خلاص، وعلي أيوب. علي أيوب رقم من أساطين المحاماة. فإذ برئيس المحكمة اللي هو عبد اللطيف البغدادي قال لهم لا، ما ينفعش، محامي واحد بس. عبثا يحاولون إقناعه بأنه من حق المتهم أن يستعين بأكثر من محامي، قال لا، محامي واحد بس. فعلي أيوب عشان يحل المشكلة انسحب وأرسل إليهم برقية بعد ما انسحب، قال لهم أرجو أن ينال إبراهيم عبد الهادي أمامكم العدالة التي لقيها وهو يحاكم في ثورة 1919 بغير مش ساعة بالكرتونة يعني. وقف مصطفى مرعي بقى يشتغل، فطالب التحقيق في بعض الحقائق لأن الدعوة أحيلت للمحكمة الاستثنائية دي من غير تحقيق. فابراهيم عبد اللطيف البغدادي قاعد ايه يلهوجه، تحقيق ايه؟ انت قدام محكمه ثوره على طول. يحاول مصطفى مرعي
يفهمه انه لابد من التحقيق لمعرفة الدليل، ايه الدليل وايه الواقع وايه اللي قائم، مفيش فايدة. فاضطر مصطفى مرعي لان يسجل انسحابه ويطلق عبارته وهو ينظر الى علم الثورة انه قد صار عاجزا عن اداء رسالته، وانه خير للمتهم ان يكون بلا محام من ان يكون له دفاع مفتون. تعجل على طول عبد اللطيف البغدادي، قال له بعد السلام، محكمة قبلت ايه قالتك من الانتداب، وعلى المتهم ان هو ايه يوكل محامي اخر، ولم يوكل على الاطلاق او ينتدب محام اخر. ولولا ان الرئيس جمال عبد الناصر قد خفف الحكم من الاعدام الى الاشغال الشاقه المؤبده لاعدم هذا الوطني النبيل ابراهيم عبد الهادي. امثله كثيره، انا عارف ان انا طولت عليكم عشان برضو ايه هقول لكم بعض عبارات قالها اساتذه كبار جدا في المحاماه. من الامثله اللي حصلت في محاكمات الثوره الفرنسيه، كان فوكيه اللي راح باريس في مقهى شهير جدا في شارع شانزليزيه اسمه فوكيه او فوكيت، ده كان المدعي العام ابان الايه يعني زي النائب العام كده ايام الثوره الفرنسيه. فبيترافع المحامي الشهير لاغارد او لاغارد، وابدى مرافعه رائعه عن ماري انطوانيت، واخذ يعدد في يعني الحاجات اللي هي كويسه لها، فلم يطق فوكيه صبرا ولم يستطع التحكم في اعصابه، ونهض ليامر الحرس بإلقاء القبض على المحامي، زي اللي عمل أحمد عزت العشماوي في دار القضاء العالي لما المحامي اللي واقف يترفع قدامه لابس الروب دخله القفص. كان لها تواريخ، لها إيه؟ تواريخ. طبعا ما سمعتوش بتوع القصة دي. دخل بعده يترافع محامي شهير جدا اسمه وليزير، ما تخضش من اللي عمله فوكيه بالمحامي اللي قبله، وألقى مرافعة رائعة وورى منه ديسيز، وكانت النتيجة واحدة أن قبض عليهما، ثم أرسلوا وأسرتهم أو أسرهم إلى المقصلة حيث قطعت رقابهم. وزي ما بنحكي صور من المظالم التي حاقت بالمحامين، خليني احكي لكم موقفين في حياتنا الشخصيه. انا كنت حاضر في قضيه اموال عامه في نيابه الاموال العامه ايام ما كانت في شارع زكي هنا في وسط البلد، يعني كانوا واخدين شقتين جنب بعض، والمحامي العام قاعد في شقه ورؤساء النيابه في الشقه الاخرى، وانا كنت حاضر مع متهم مفيش ده ايه بوعدك، فجبتها في نفسي قلت له ما ادري ان انا هفضل حي لغايه اخر التحقيق، يمكن اموت فعاوز اسجلها دلوقتي. فقال لا مش هتسجل دلوقتي، واراد ان يمضي في التحقيق. فقلت لموكلي امامه غير مغلط بقى، قلت له لا ترد على الاسئله واستخدم حقك في الصمت. طبعا انا مذاكر قانون حق الصمت ده موجود من قبل ما يتحط في الدستور 2014، استخدم حقك في الصمت ولا تجب. وانتقلت الى الشقه المقابلة للقاء المحامي العام رحمة الله عليه صلاح عبد الستار، كان راجل أبهة. قلت له القصة، فأرسل في استدعاء رئيس النيابة وأنا قاعد في مكتبه. قال له أنت ما بتثبتش ليه الأستاذ رجاء المحفوظة اللي عاوز يثبتها؟ قال له ما أنا قلت له كذا. قال له لا هو صح، ما دام عاوز يثبتها دلوقتي يثبتها دلوقتي، فحضرتك روح افتح تحقيقك والملاحظه بتاعته تتسجل. وسجلت الملاحظه، وترتب على هذا تغير مسار القضيه، لانه سمح لنا بعد ذلك ان قبل جلسه التحقيق لازم نطلع على الشق الذي سوف يجري فيه السؤال.
موقف الثاني كان مع المرحوم احمد عزت العشماوي اللي قلت لحضراتكم دلوقتي ان في محامي بيترافع قدامه لابس الروب حطه في القفص، وكان ليه يعني مشاهد كثيره جدا رحمه الله. فانا في احدى القضايا الشهيره انا بتكلم قدامه، هو بقى ما يطقش ابدا تقول له حكم ناقض، ناهيك انك انت عاوز تسجله في محضر الجلسه. فقلت له لا انا عاوز اسجله. قال لا. وقال الكاتب ما تكتبش. قال للكاتب يعني انا بقول حكم؟ قال للكاتب ما تكتبش. هو فوجئ بقى ان انا قلت للكاتب اكتب وان لم تكتب سوف تكون مرتكبا لجنايه تزوير بالترك وسوف اقاضيك. الواد الكاتب طبعا ارتعش ولم يجد احمد عزت العشماوي امامه الا ان يقول ايه؟ رفعت الجلسه. هو بقى ماشي دي يخش اوضه المداوله بيكلمني قلت له اقعد واتكلم كده على طول. دي مواقف اما ان تكون او لا تكون. المحامي اذا كسر ما يقولوش قومه بعد كده، فاياكم حد منكم كسر من غير ما تغلط. يعني احنا اتعلمنا لما تتزنق ابني للمجهول، ابني الايه؟ للمجهول. قيل وما تقولش انا بقول واخد بالك. وبعدين في حاجات كتيرة جدا وسائل تستطيع بها ان تتحاشى ان يؤخذ عليك خطأ. في احد ابنائنا يعني كان ابن محامي كبير دلوقتي وما شاء الله عليه رجل اعمال ضخم جدا، في قضية انا كنا خصوم يعني انا كنت خصم وهو خصم، فحب يرد المحكمة، فرئيس المحكمة بيدقلجه بيقول له اسباب الرد ايه؟ فلان هو كان شاب لسه بيندفع وهيقول له اسباب الايه؟ الرد. فرحت انا والله والله ماسكه من ايده قلت له ما تقولش اسباب الرد، قول له هقولها في تقرير الرد. لانه لو واجه القاضي باسباب الرد يبقى اهانه. ففي فنون كثيره جدا. طبعا انا مقدر انه اجيالنا الجديده محرومه من تلقي او التواصل بين الاجيال، ومحرومه من ظروف كثيره جدا من ضمنها الفوضى التي عمت محاضر الجلسات. ما محضر الجلسه ده احد ضمانات الدفاع والخصوم. القاعده انه اي نعم محضر الجلسه يكتب تحت اشراف رئيس الدائره او رئيس المحكمه، ولكن ليس معنى هذا انه يملك الحجم ويملك الامر. وده اللي انا عملته مع احمد سعيد او احمد عزت العشماوي. احمد عزت العشماوي قلت له لابد ان تكتب، وصممت على هذا. اللي حصل دلوقتي انه معظم الدوائر فاهمه انه ما دام المحضر بيكتب تحت اشرافه يبقى ما تكتبش واكتب. انا مره احتكيت برحمه الله عليه، يعني كان رئيس جنايات محترم جدا وكان مسيحي، وفي ناس ارادت ان تاخذ بيننا بالشر توقع يعني، لانه في حاجه ما حبش يثبتها. فانا قلت له تثبت ما تثبتش تثبت ما تثبتش. فقلت له افرض سيادتك دلوقتي قلت لي يا ابن البعيد الكلب، انا اخد حقي ازاي زي ما اثبتت ازاي في محضر الجلسه؟ قال له اكتب. ازاي بقينا اصدقاء؟ كان قضى جميل في الدنيا. دلوقتي بقى طبعا كان الله في عونكم، لا حد بيسمع ولا حد بيكتب، والمحامي يبدا رحله المحاماه في ظروف بالغه العسر بالغه العسر بالغه العسر. ضمن الحاجات اللي بتقابلكم القراءه، هتجيب كتب ازاي وتقرا ازاي؟ بقى الكتاب دلوقتي مش اقل من 100 جنيه تجيبها ازاي؟ واحد لسه بيقول بسم الله يجيب الكتاب ازاي؟ احنا لما بدات انا كان في المحاكم الجزئيه في مكتبات شامله، يعني كان موسوعه السنهوري الوسيط موجوده في مكتبه ثلاث جزئيه، مكتبه شيمين الكبرى الابتدائيه، مجموعه جندي عبد الملك الموسوعه موجوده الخمس مجلدات، كامل مرسي كل ده موجود. وما كانش فيه مكانات تصوير لسه ما كانتش طلعت، كنا نروح نطلع وننقل. دلوقتي احنا السبب على فكره، المكتبات دي تاكلت لان اللي ياخد كتاب دلوقتي ما بيرجعوش، فخلاص ضاعت الدنيا خالص، مع ان احنا اللي كنا هنستفيد بهذا. انا عاوز اقول لكم طبعا في ناس يمكن ما بتقراش جورنال في اليوم، طب الشروق ب 3 جنيه مش عارف مصر يوم ب 3 جنيه ده لو جاب جورنال واحد في اليوم ب 90 جنيه في الشهر يجيب ده منين؟ فانا بقترح على حضراتكم في كل نقابه ها جزئيه او كليه يتكاتف المحامون ها
يعني زي حكاية الجمعية كده، وزي بنشوف في الفنادق وفي النوادي إلى آخره، ويجيبوا نسخة من الجرائد والكتب الهامة، وحد من الايه زي موجود دلوقتي في مكتبة الجيزة في 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 غرفة بدأوا يعملوا الحكاية دي، يتعمل مكتبة صغيرة كده ويتحط فيها كتب اللي هتيجي على حساب القادرين من المحامين، وماكينات التصوير موجودة، اللي عاوز يصور يصور، والجرايد تيجي تقرأ النسخة وترجع تقرأ النسخة، عشان ما يمكنش تبقوا محامين من غير قراءة اللي احنا اتكلمنا عنه. عشان كده معليك بنقول حضرتك على الكتب اللي احنا عاوزينها. الايه؟ الكتب لشمال المحامين. حاضر ده. عشان انت اللي تقول ده، انا مش عشان انا الحقيقة الموضوع كبير، بس انا عاوز اقول لكم حاجة، عشان انا قلت لكم حاجة عملية قبل ما اخلص. يعني فيه محامين نقض، معلش ما تزعلوش، ما بيعرفوش يكشفوا على احكام النقض. هقولها تاني، في محامين نقض عواجيز ما يعرفش يطلع حكم نقض، يدور على معاول طب قال ايه واللي في الهامش ده ايه بس، انما يمسك مجموعات احكام النقض يطلع ما فيش. عاوز اقول لكم بقى كيف دونت، ها ركزوا معايا قوي، ها احكام محكمة النقض. قبل سنة 31 كان بيسموها محكمة عليا، الفترة دي اللي غطاها واحد رحمة الله عليه، كان باش كاتب، مش عمر، محمود عمر، كان باش كاتب محكمة النار، اسمه محمود عمر من كفر المصالح عندنا في المنوفيه، عمل مجموعة جنائي من 7 مجلدات ولها فارس، مجموعة مدني من 7 مجلدات ولها فارس، هي دي المجموعة التي حفظت أحكام المحكمة العليا من سنة 26 لغاية سنة 1949 بنص الحكم كله. طبعا أنا عارف إنه دي بقتش موجودة، لو لقيتها بقى تمن النسخة 10,000 جنيه. الحل الوحيد أن تسعى النقابة العامة والنقابات الفرعية لتوفير هذه المجموعات أو المجموعتين للمحامين في غرف المحامين. فارس، فارس ترتب أبجدي تستطيع أن تستخدم مادة، يقول لك الجزء كذا رقم كذا اللي هو رقم القاعدة صد كذا، على طول تطلع براحة. بعد سنة 49 حكمة النقض عملت حاجة اسمها مجموعة المكتب الفني، بس قبل مجموعة المكتب الفني عملوا حاجة اسمها مجموعة الربع قرن، مجموعة الربع قرن 25 سنة، دي عبارة عن مبادئ بس، من أول منشأ محكمة النقض لغاية ما عمل المجموعة. مشكلة المبادئ دي انك انت ما فيش نص الحكم كله، زي مجموعة عمر، ها ما فيهوش ايه الحكم كله، ما فيه قاعدة المبدأ برضو بتنفع خلاص، ودي ماشية ابجدي. عاوز اشرح لكم بقى مجموعة المكتب الفني الكاملة، وانا عارف انه ما فيش بقدرة محامي فرد شاب في مقتبل حياته ان هو يجيبها، لان دي مكلفة، وهي بتوفر للقضاء، وعشان تاخدها من الكتبة تدفع مبالغ طائلة دلوقتي، 200 و300 جنيه عشان تاخد نسخة، فلازم توفر عن طريق النقابات الفرعية. لازم اشرح لكم بقى ايه الايه مجموعة المكتب الفني. اول سنة طلعت كانت سنة 1950، سموها سين واحد، قال لكم معايا سين واحد يعني السنة الاولى، ها يبقى 1950 السنة الاولى، 1951 سين اثنين، 1952 سين ثلاثة، وهكذا. يعني انت تضيف واحد على سنة الميلادية من سنة 50 تعرف الايه رقم الايه سنة. المجموعة بقى ساعات قد كده وقد كده، تفتحها هتكشف ازاي؟ في فهرسين، في فهرسين، ما فهرس ابجدي لا يتجاوز 3-4 صفحات، وفي فهرست مطول. انت عاوز تكشف تبتدي بالفهرست الابجدي اللي في الاخر، مثلا عاوز شيك مثلا، يعني احكام الشيك، شيل شيك، هيقول لك بقى صفحه كذا من كذا لكذا، فين؟ في الفهرست التفصيلي، فهرست ايه اللي قد يتجاوز 300 صفحه، هترجع للفهرست التفصيلي من صفحه 30 ل 35، هتلاقي راصص لك الايه القواعد، يديك رقم القاعده ورقم الايه الصفحه. في حاجات مش هتنفعك سيبها، في واحد ينفعك ايه تعلم عليه
والحكم موجود لانه كاتب لك قدامه رقم القاعده والصفحه. يبقى بعد ما في الورقه الخارجيه كتبت رقم القاعده والصفحه هتفتح المجموعه الاصليه بقى على رقم الايه الصفحه ورقم القاعده وتلاقي الحكم كاملا زي ما عمل محمود عمر في مجموعه المبادئ القانونيه اللي انا حكيت لكم عنها. هنا بقى القاعده اللي انت بتدور عليها بقت قدامك وبقى الحكم كامل امامك. طبعا في عوالم شتى موجوده في المحاماه وفي اعمال المحاماه، يمكن هسمح لنفسي اتعد عليكم حاجه واحده بس، فن الالقاء. فن الايه؟ الالقاء طبعا ده وارد في المرافعه الشفويه. تترافع شفوي ازاي؟ انا المحت لكم بعض الملامح. في كتاب من تراثنا العربي في القرن الثالث الهجري بتاع الجاحظ اسمه البيان والتبيين، ده كتاب عظيم جدا بيشرح يعني كل قضايا البيان والتبيين وما اتصل بالبيان الشفاهي وعيوب اللسان زي اللثغة والفأفأة والتأتأة إلى آخره، وكيف يكون البيان وما يطلق من الجوف من عبارات وما يطلق من الصدر وما يطلق من الخيشوم اللي هي أعلى الإيه؟ الأنف إلى آخره. فنون جميلة جدا قد يدق على بعضنا سيما اللي ما قراش كتير في كتب التراث إنه يقدر يطلع بالخميرة أو بالزبدة أو بالحصيلة من البيان والتبيين. أنا وقعت من حوالي 40 سنة على كتاب هنا أهو في شارع 26 يوليو في دار القلم للمرحوم الأستاذ عبد الوارث عصر. قطعا حد فيكم شاف له فيلم على الأقل يعني، ولا ما شفتوش برضه؟ عبد الوارث عصر ده أستاذ جميع الفنانين، درسوا فن الإلقاء على يديه في المسرح وفي السينما. كان راجل حدوتة، فعمل كتاب اسمه فن الإلقاء. فن الإلقاء. الكتاب ده أنا سارعت باقتناعي فلقيته يعني أضاف للي عمله الجاحظ من 10 قرون نتيجة تجربته هو وخبرته كممثل مسرحي في المقام الأول ومعلم لأجيال من الفنانين في المسرح وفي السينما، علشان أشوف بقى فنون الإلقاء وكيف تكون اللي خاصتها لك، امتى تقرب وامتى تبعد، وامتى الكلمه تطلع من الزور، وامتى تطلع من المناخ، وامتى تطلع من الشفتين، وامتى تطلع من الجوف. كل واحده من دول لها وزن ولها استخدام، امتى تقف وامتى تكمل الى اخره. انا الكتاب ده اتسرق مني 3 مرات، وعشان كده انا حطيت قاعده كده مفيش استعاره في مكتبتي. عشان كده انا نجحت عملت مكتبه اقتربت من 100,000 كتاب، لانه الكتاب اللي بيقرض ما بيرجعش. بقى عندنا كده اشتريت 3 نسخ، واحده في البيت، واحده في المكتب، واحده في الغير، رغم ان انا ما عنديش غير. انا ارجو تكونوا يعني وجدتوا في اللي انا قلته حاجه مفيده، واتمنى ان تكونوا نجوما متلألئه في عالم المحاماه وتنهضوا لحنين. شكرا. كانوا بتقديم حضرتك التلبس والأبو.